تلقى الاقتصاد التركي مجموعة من الضربات القاسية خلال الأعوام الثلاث الماضية، مع تبني سياسات مالية ونقدية تخالف أبسط قواعد علم الاقتصاد، نتيجة الضغوط التي مارسها أردوغان على البنك المركزي ووزارة المالية لسنوات، مما وضع الاقتصاد التركي في مواجهة مع عاصفة اقتصادية أدت لانهيار الليرة ودفعت بالمستثمرين خارج حدود تركيا. العديد من الأصوات المؤيدة والمعارضة لأردوغان نادت أكثر من مرة بضرورة تغيير السياسات الاقتصادية ووقف النزيف الحاصل في الليرة، لكن أردوغان كان مقتنعاً بما يفعل ورفض الاستماع لأحد. تعنت أردوغان وتمسكه بمواقفه تبدل فجأة هذا الشهر، واتخذ مجموعة قرارات حاسمة وأطلق عشرات الوعود الاقتصادية لطمأنة المستثمرين. لكن ما الذي حدث؟ البداية كانت يوم الجمعة، وتحديداً في 6 نوفمبر الجاري عقد أردوغان اجتماعاً مطولاً مع مجموعة من المقربين في حزب العدالة والتنمية، وتلقى تقارير صادمة عن الوضع الاقتصادي والهبوط الحاد في الاحتياطيات الأجنبية. وأكثر ما صدم أردوغان أن التقارير التي عرضت عليه أشارت إلى أن تركيا أمام زلزال اقتصادي حقيقي. بعد ساعات من تلقي أردوغان للتقارير، تم استدعاء رئيس البنك المركزي آنذاك مراد أويصال، وتمت مواجهته بالأرقام والوثائق الصادمة، فلم يستطع تبرير أسباب التهاوي في الليرة، كما لم يستطع أن يبرر كيف فقدت الاحتياطيات الأجنبية نصف قيمتها في أقل من عام. وبعد ذلك بساعات من هذا الاجتماع، وفي الساعات المبكرة من يوم السبت، أعلن أردوغان عن إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين ناجي إقبال الذي كان أحد الأشخاص الذين أمدوا أردوغان في الليلة السابقة بالتقارير عن تردي الأوضاع الاقتصادية. الزلزال لم يقف صدى في القصر الجمهوري أو عند أروقة البنك المركزي التركي، بل امتد إلى وزارة المالية، وأطاح يوم الأحد في 8 نوفمبر بوزير المالية بيرات البيرق، صاحب النفوذ وصهر أردوغان الذي تلاعب بالمستثمرين لفترة طويلة بوعود زائفة وقدم إحصاءات غير واقعية. هذه الأزمة كشفت عن حجم الخداع الذي تعرض له الشعب التركي من قبل أردوغان وصهره لسنوات طويلة، وأظهرت كيف تم التلاعب بالبيانات الاقتصادية وإلقاء الفشل على وكالات التصنيف في كل مرة.